غادي تاخذوا ساره هاد المره من ارفود. ساره الو صباح الخير. صباح النور. لاباس عليك اخت امينه؟ مرحبا. الله يبارك فيك. كلشي مزيان؟ كي دايره ارفود؟ كلشي بخير الحمد لله. الله يبارك فيك ساره. واش مبروك؟ كيف راه رمضان عندكم؟ لاباس الحمد لله كلشي مزيان الحمد لله. مرحبا. الحمد لله الحمد لله. الله يبارك فيك علينا وعليك لاله ساره. الله يبارك فيك. عاد ما نطلبوا يلاه شدنا الخط. الحمد لله رمضان كيجي برزقه. مرحبا. مرحبا خير. مرحبا ساره شنو الطلب ديالك؟ الله يبارك فيك. وانا كنت غنهضر مع هذه اخت هدى. إيه؟ كايناش ماشي مشكل. مرحبا. بغيت نعطيكم شي شهيوه. اييه اعطينا اختي شي شهيوه. يلاه نعطيكم الشهده. الشهده؟ اييه لاله واخا. يلا جوج كيسان ديال الحليب. ها؟ كاس زبده وزيت. مخلط؟ اه كاس مخلط زبده وزيت. ايوا. كاس سنيده. بيضه. خميره معجونه. شحال؟ اي شويه المهم على حسب الا كان البرد راه كديري كنصاد ديري غير شويه حيت دغيا كتخمر. اي جوج خمارات حمر. الملح. كتعجن ملي كتعجنيها. كتخليها تخمر شويه. ما دافي؟ لا لا الحليب هذا صاحبتي. الحليب الحليب. الحليب الحليب نديرو دافي ولا بارد؟ شويه لانها صاد ماشي مشكل. ايوا. اي الا لا ملي كتعجنيها كتخليها تخمر. ايوا. من بعد عاود يا لاله كتشديها كتلقيها. كتلقيها حرابل. ملي كتقطعيها حرابل كتقطعيه وحيد شويه كتكون شي متباعده. ملي كتلقيها ها انت ملي كتلقيها في الطحين. كتشديها كديريها شويه ديال الزبده. دابا انا طلقتها بالطحين على شكل حرابل. لا على شكل طويل بحال ديري الفقاس. هي. كتدهني لها شويه ديال الزبده. وكترشيها بالسنيده. وندهنها بالزبده. ايه. نرشها بالسنيده. ايه. مع القرفه. بالسنيده مخلطه مع القرفه. ايوا. واحد الطريطات ديال الزبيب. من بعد كتلويها على شكل قطيب. ملي كتلويها كتقطعيها شويه متباعده. ملي كتقطعيها كتجيبي الطاوه كتكوني دهناها. كتحطي وحيده حدا وحيده وحيده حدا وحيده. فهمتي كتجي بحال الوريضه كديري وحده الوسط وكتبقاي متبعه متبعه حتى كتعمر الدوره ديال الطاوه. اييه. ويا لاله كتعاود مره اخرى كتخليها تخمر. كتدخليها للفران. ملي ملي كتفرجيها صافي كتسقيها باش بغيتي. ملي تخرج نسقيها. اللي بغيت سيرو ولا كونفيتشو ولا سيرو ولا اللي بغيتي. واخا لاله ساره شكرا لك. شكرا بزاف. بارك الله فيك ساره من ارفود. شكرا لك.